اهلا بيكم في حلقه جديده من حكاوي المشاوي. النهارده وصفتنا وصفه بتاعت اسكندريه جدا. كل محلات اسكندريه بيعملوا مكرونه طشه بتوم ويحطوا عليها سجق او كبده. استنوني بعد الفاصل نعملها مع بعض. ورجعت لكم بعد الفاصل، والنهارده وصفتنا وصفه حلوه قوي، وصفه كامله في طبق واحد. عندنا مكرونه بطشه، المكرونة العادي الحمراء بتاعتنا، وعندنا كبدة اسكندراني نحطها فوقيها تاخد تنزل بقى عليها دهونها وتديها طعم حلو قوي. هستخدم النهاردة للمكرونة وللكبدة هستخدم مكرونة مسلوقة نص سلقة، أو يعني نخلي شوية من وقت السلق عشان لسه هشوحها في الصلصة، فمش عايزاها تدبل بقى لما تدخل في التشويحة دي، فنسلقها بس نسيب شوية وقت بس صغيرين في الآخر. وهستخدم نص كيلو كبده هقطعها مكعبات صغيره اللي هي الاسكندراني، وهتبل الكبده بتتبيله قبل ما احطها على النار واصدمها بعصير 2 ليمونه وربع معلقه صغيره جنزبيل ومعلقه صغيره توم بودره وبصل بودره وبابريكا واتنين معلقه كبيره خل تدي نكهه وتفتح لون الكبده، وملح وفلفل وزيت وسمنه وزبده وبصل وفلفل اخضر وتوم مفروم. وللصلصه هستخدم عصير صلصه مشوية، طماطم حطيناها في الفرن شويناها وبعدين قشرناها وبعدين عصرناها عشان ما تاخدش وقت معايا في التسبيك كتير، وصلصة جاهزة وتوم فريش وتوم مفروم. الموضوع سهل قوي معايا، مش هياخد وقت خالص. هعمل ايه؟ حط الخل على الكبدة كده، اسخن بقى الطاسة بتاعتي عشان لما اصدمها تكون جاهزة على طول. وبعدين احط لها الليمون عشان اي زفاره فيها، وعندي البابريكا، بودره ثوم، بودره بصل، وهسيب الثوم المفروم والزبده والبصل والفلفل الرومي. دي كده البهارات بتاعتي للكبده. الاول بحطها في طبق، بنتبل الكبده قبل ما نصدمها، مش العكس، مش نحطها وبعدين نحط البهارات، عشان عايزه الخل يبقى مع بواقي الدم اللي نازل منها. فانا كده تبلت الكبده بالليمون وبالخل، بودره البصل وبودره الثوم والشطه والبابريكا قبل ما اصدمها. وعندي هنا للصلصة ثوم وتومية واحدة فريش هاخدها. اسخن بقى برضو الطاسة اللي هعمل فيها الصلصة بتاعتي، لازم الطاسة تكون سخنة جدا زي ما بنعمل مع الستيك. الاول ما بنحطلوش اي دهون ونصدمه الاول يشد الانسجه، وبعدين نقعد نزود في الزبده والثوم واي نكهه عايزين نزودها. حطها كده، كده هي سخنت معايا. واحنا بنقلب الكبده عشان مقطعها صغير جدا نقلبها من تحت لفوق كده، مش كده، علشان ما تتقطعش معانا زي ما بنقلب السوتيه او ننطقها عشان بس ما تتقسمش كده معانا. وبعدين دلوقتي عندي الثوم بتاع الصلصه احطه كده، وهخلي الصلصه قريبه عشان اول ما يتشوح انزل عليه بالصلصه على طول. انا حاطه توميه واحده تديها طعم قوي، وهشيلها قبل ما ابتدي اقدم من الصلصه. الكبده ابتدت تطلع ريحتها، اقلبها كده من تحت لفوق. مش هحط اي دهون دلوقتي، هسيبها تتصدم كده وتشد الانسجه بتاعتها، وبعدين بقى اروح مزوده الزيت والزبده والبصل والفلفل والثوم وكل حاجه انا عايزه ازودها. علي شوية على الثوم بتاع الصلصة،
تشوح بقى الثوم. الكبدة اهي ابتدت تنزل المية وابتدت تشوح. انا ابتديت اشوف شكل القطع ماسك نفسه. دلوقتي بقى احط الثوم. والزبدة بتاعتي. طبعا الكبدة بتاخد زبدة كتير او سمنة كتير. ما ينفعش تقلله في الكمية يعني. هي معروفة بكده. هاخد ده على طول احط له الصلصه بتاعته. ليه بحط الصلصه العلب الاول في الثوم؟ عشان تاخد طعم الثوم لما انزل عليها بالصلصه المعصوره تديله طعم اقوى. هسيبهم كده يتشوحوا في بعض واحط هنا الفلفل الرومي وشويه زيت بقى. ريحة الزبدة لما نزل بقى على الكبدة عاملة ريحة تحفة. بصوا هي اصلا الانسجة اتشدت وبقت مستوية نص سوا. فمش هتاخد بقى وقت معاكم. الخطوة الجاية دي هتبقى سهلة. بقلبها من تحت لفوق عشان متتقطعش. حط بقى الصلصة. دي طريقة بتخلي طعم الصلصة مدخنة شوية. ان انتوا تدخلوها الفرن الطماطم مرشوشة رشة زيت كده على فويل تستوي وبعدين تقشروها وتعصروها. بتاخد وقت اقل قوي في السوا. ما بتتسبكش زي ما انتوا شايفين. نزلت متسبكة ان هي اصلا مستوية. دي طريقة حلوة وسهلة يعني. بدل ما تقعدوا تسبكوا في وقت كبير. لو عايزين بقى بطريقة تقليدية عادي تعصروها وتنزلوها وتسيبوها بقى تتسبك نص ساعة ساعة الا ربع. هشيل بس التومة اللي احنا كنا مزودينها. خلاص دي وقتها خلص كده. وهزود ملح وفلفل على الكبدة. في ناس بتحب تحط ربع ليمونة كده تفتح اللون شوية. وشوية كمون. وشوية شطة. دي بقى حرية شخصية. لو انتوا حابين ده برضو عادي. بتديها نكهة حلوة. هزود هنا ملح برضو وفلفل. وهسيبها كده تتقلب شوية. هطلع فاصل ألم كل الحاجات دي واجيب الحلة اللي هحط فيها المكرونة على الصلصة وارجع لكم على طول. ورجعت لكم بعد الفاصل ولبسي كله اتغرق. صلصة وكبدة ريحة رهيبة. بصوا بقى دلوقتي الصلصة اصلا زي ما قلت لكم هي متسبكة فما خدتش وقت معايا على النار. اخدت غلوة واحدة. احط بقى دلوقتي على المكرونة كده واقلبها. انا هقدم الاثنين فوق بعض. مكرونة وعليها الكبدة من فوق. لو بتحبوا صلصة اقل قللوا يعني كمية الصلصة مفيش مشكلة. دي كده هطفي عليها خلاص. بس تتقلب كده في المكرونة قلبة واحدة ونقدمها على طول. الكبدة عندي كده خلاص لونها جميل وفاتحة ومش عاملة اي غمقان. ان هي واخدة برضو كمية زبدة معقولة. اجيب بقى طبق التقديم بتاعي واقربه كده من المكرونة. انا ما عنديش وقت دلوقتي عشان لازم اخلص الحلقة. بس هي المفروض يعني تقعد لها كده 5 دقايق في التشويحة بتاعت المكرونة عشان تاخد طعم الصلصة اللي فيها. هطفي بس على الكبدة. طبق جميل قوي ومشهور قوي في محلات. لما سافرت اسكندرية بقوا عاملين زي اكشاك كده بتبيع المكرونة دي فريش وعليها سجق او عليها كبدة وطوابير ناس عليها. فما دقتها ان هي كبدة اسكندراني عادي بالبصل والسمنة والثوم بس عليها المكرونة كأنها وجبة كاملة كأنها طاجن.
ولقيت محلات كشري كمان بتعملها، فحلوة قوي الصراحة، فكرة حلوة يعني. هطفي دلوقتي كله وهجيب طبق الكبدة. ابتدي بقى اخد الكبدة كده احطها في النص. حطوا دايما مش صوص الكبدة، الكبدة اكتر حاجة على الوش كده، عشان الناس لما تقلب يبقى فيه كم من الكبدة حلو. برضو في حلقة تاني هبعملها لكم مع السجق، وان شاء الله تعجبكم قوي. كده النهاردة نكون خلصنا النهاردة وصفتنا مكرونة بطشة التوم والكبدة. يا رب تكون وصفة سهلة تجربوها وتقولولي رأيكم على السوشيال ميديا، وتستنوني في حلقة جديدة من حكاوي المشاوي. شكراً.